كبيدات ديالي النوارات ديالي، لاباس عليكم؟ بخير هانيين فين ما كنتو. مرحبا بكم فيديو. ما تنساوناش الخوت والخواتات من لايك والبارطاج. انا دايره عرفتي كيفاش جيت بحال دوك اللي تيكونوا نفسات ليلى يلا قالت لي هذا واش معاك فتا؟ قلت لها واه معاك فتا. عاد شط راسي في التليفون والله حتى بحال دوك اللي تيكونوا نفسات اختي هيا واحد قغه ما بينتيش راسك. لا نور هلي قغه قال لا 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 قغه ما بعد عمر نشت شي قغه بسنانه. لا نور باينه باينه. شوف شك تدير قغه غاتي تجي تقرا دابا عندي البنات المدرسه نوصل كل وحده وانا هازه معايا كراطي وهزة معايا سطلي غنمشي للدار البنات حطنا دو نور هين مساكنة تزعزعنا يا اختي راه شنديرو؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. تزعزعنا في التليفون والله عرفت راه الشانطي اش غنديرو راه قسم الله ما فين ما مشيتي شنو كنشوف غنمشي نوصل لنهار هي الاولى وعاد نادى وانا تنتصاب الشانطي. لا راه مع تنتصابق انا راه عندي شويه ندير شويه نعلق وشي طاكسي ديري بلاك بلاتي تندوز. الله يرحم لك الوالدين. واه راني زربان الله يرحم لك الوالدين. غادي نبغينا نجفو الدار البنات غادي نجفو في داك الكراج يا اختي باش نبدا نحول في بلاتي عاد تنوصلو بعدا باش نبدا نحولو في الرحيل ديالنا يا البنات يا الكويدات يا الكوينات. باي باي. يلا باي باي, باي, باي. يلا بلادكم مدراستكم تديروا واحد الجريانو حاجه السنافيه. انا البنات جيت للدار من بعد ما وصلت نداء ونور هاني المدرسه غادي نحل هنايا باش يعطيني الاضاءه اطلع باش يعطيني الضوء غادي ندخل لك الكراج. راني جايبه معايا السطل ديال الماء البنات شفتو راني جايبه معايا البنات السطل ديال الماء وجايبه ساني كروان وجايبه الكراطه وسميتو ولاني بعدا كي نقبل غادي نحل الكراج هنايا بعدا نحلو ون شي حويجه تيمو يعناس كانوا غنمشيو للكراج تيمو يعناس البنات شي معناتها البنات كانوا هنايا خصهم يداروا في الكراج قبل اللي كانوا عندي في الكوزينه نحل الكراج باش يعطيني الاضاءه. شوفوا الكراج تبارك الله وما شاء الله راه مضوي البنات ان شاء الله من بعد غادي ندير واحد التجريد هنا بحال اللي قلت لي الصور هذا الكراج هذا غادي تعرفوا اشنو علاش درت ليه الفايونس بالبيض. لقيت بزاف ديال الناس اللي شاروا ليا هاد النقطه هادي صباح الكراج ما خصكش ديري ليه الفايونس بالبيض. غادي تعرفوا الناس علاش درت ليه الفايونس بالبيض ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. الله يعطينا غير الصحه وطولة العمر وصافي والله الله يشافيني داك الى عند قعد الله يتبحت النفس قسما بالله اتوا المهم ما كريت ناس جايباهم غادي نجمع هادشي ديال المينات هادو ونقادهم في الكريت ناس ونكمل معاكم. هنا ساليت هنايا جمعت الماعن اللي عندي بهم غراض لان كيف ما كتعرفوا فالدار هذه فاش كنت رحلت للدار الاخرى اللي كريت خديت كل شيء جديد خليت كاع الماعن ديالي هنايا
باش تسمع انني ساكنه ما يدخل حتى شي واحد. راكم عارفين فهاد الشيء ديال الورث وديال المزاد العلني سميتو، خاصك تستعشري دائما مع المحاميين، خاصك تكوني عارفه شنو واحد القرعه ديال الدلو. بعدا راه دوختني حق ليله يلاه مع هادشي اللي كان. يمكن امي كنت حنيت ليها ولا ما عرفتش شنو، حيت امي اللي عزيز عليها الحنه، لقيت الحنه والدوليو والله حتى دخلت بديك الريحه مفكوك. المهم اللي عندي بالغرض غير شي حاجه بسيطه، انا درتها قديتها في الكريتنات وطرفتها، وداك الشيء الاخر كامل جمعته في الكراتن حطيته هنايا حتى يجي سميتو، حتى نجيب مول الكارو باش يهز باش يولي تيبان لي داك الشيء. دخلت والله حتى دخلت مع الدوليو حتى نجيب مول الكارو البنات يهز داك الشيء اللي قدام الدار ديال التهرات ديال الحجار وديال سميتو، وندير هذوك الكراتين معاه باش يلوحهم مع داك الردم اللي تيلوحو. المهم غادي ندير سطر ديال الماء وصالي كروا سميتو ونضربها بواحد الجفيفه هنايا صافي. نقيتو قاديتو هانتو شتو البنات، راه مبقاش فيه داك الشيء. المهم غادي نحاول ما امكن غير ندوز عليه شويه. البنات راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، باز دوك اللي كي الله يعفو عليهم اللي كيشموا عرفتي انا الدوليو الله يسدد دمو خلي غير لقيتو مدفق هنايا دمو خلي. باش بغيت نبدا نحاول نفرح حيد البنات الشعر ديالهم راه عينك كلها. هما البنات انا كملت ضربت لي بواحد الشفيفه، غسلت ثم الفوق على حساب الخمله، واخا ترى باقي خاص شي حكه وخاص يتصبغ وخاص بزاف ديال الحوايج البنات. راه اللي قلت لكم مازال خاص بحال اللي قلتي هنايا شفتوا هذا الفراغ هذا ما يبقاش في الحيط، لاني انا دابا مضطره لان خصني نبدا نحول في الرحيل حتى من بعد كاع، وكان يسالي ليا المعلم كاع الدار كامله ويكون هنايا خاوي وعاد يقادو ديك الساعه الكراج بوحدو راه ماشي مشكل. غير هو المهم الاساس هو نبدا نحول في الحوايج. شفتوا كيفاش كيجي هذا البنات كيجي بحال الرخام هذا الكومباكت، والناس اللي كيسولوا عليه يعني على حسب الثمن في المدينه ديالكم شحال داير، ما بين 90 درهم و 100 درهم. وراه فيه الاشكال والانواع، راه كاين ديال المغرب كاين ديال الصبليون كاين بزاف ديال الحوايج. المهمه البنات اذا بغيتوا تاخذوا شي حاجه ردوا بالكم، لان هذا الشيء هذا الا ما كنتي مدربه عليه وكنتي مقرصه تتقولوا تقولوا لا اله الا الله وصافي. الكويداس ديالي انا رجعت للدار، عرفت والله تدوخ لي الدوليو قسما بالله، عرفتو راسي شتي دوك الفريخات اللي تيكونو يطيرو باز زعما. الله يحسن عوان الناس اللي كيشموها كيشموه باش كينسيو زعما، الله يعفو عليهم وصافي.
اللي ما خرج من الدريه ما خرج من عقايبه ولا اني والله حتى دخت عتو جايه اون كونسونتري شفت الهضره ما بقات بغات تخرج ليا من فمي مقاده عرفتو جايه ودايخه في الطريق وتنقول يا رب الله حد درت سلام على لقيت شي واحد لا شنو المهم ما مركزاش في الطريق تنحاول ما امكن نوصل بعدا لداري بخير وعلى خير والمشكله هو ان انا دار قريبه تخرج بقات لها شي نص ساعه تقريبا باش تخرج من المدرسه ونورها نعاود ثاني حتى هي يكون عا كانوا البنات ما قاريش لا شي حاجه نضربها بواحد الناس حتى تحيد مني الدوخه هذه ديال الدوليو عاد نوض المهم شوفوا انايا اختكم بكل بساطه بلا توزيق بلا والو الخبز اي حق نسيت البصله نمشي نجيب البصله ونكمل معاكم هيا هيا البنات جبت البصله شوفوا ها هي البصله كنت قطعتها الله والله حتى هي اللي تفيقني من الدوخه هذه البصله مع البيض مسلوق مع خبيز ناكلو ونشبع بيه بعدا هي الكريشه لحقاش راه دابا راه قريبا الربعه وباقا ما تغديتش مع هاد الله يجري ليا يجري لك البنات دي بانا وداكشي اللي قسم الله نادا عندها هي اسهل حاجه كتصايب لي بات كتاكل هي ونورهن والا ما كنتش انا مساليه ولا شي حاجه ما صايبش ليهم الغدا كياكلو كيمشيو للمدرسه انا درت البيض تسلق وهما قالوا لي اللي حنا وتغدينا صافي درت البيضات تسلقو درتهم في خبيز طرق جبت معايا الخبز للبنات باش ملي يجيو من المدرسه يصيبوهم موجود شوفو محطوط واقيلا كانت نورهن كتاكل محطوط الفرماج محطوط زويته بلديه كانوا تياكلوا البنات وصافي غادي ندير هاد البصله هادي غادي نديرها مع البيضه البنات تندير البصله والبيض تجي زوينه اكله ديال ولاد الشام اكله شعبيه بامتياز المهم اهم حاجه هو نشبع الكريشه غادي ناكلهم ونتكا بين ما وصل ديك ربع ساعه ولا شي حاجه بين ما وصل القيصه ديالنا نمشي نجيبها من المدرسه وعاد نطرقو لا ونجيو لهنا للدار يوصل القيصه ديال النور هان عاد هي نمشي نجيبها وغاديه بحال ما هكاك ان شاء الله ان شاء الله يا رب الله يسهل الامور غدا نشوف النجار باش يركب ليا الباب باش نبدا نحول في الرحيله البنات رحيلي راه موجود مقادم عاود بقى خاصني غير سميتو شوفوا شتو جا مع الكراطن جا مع كلشي بقى خاصني غير نمشي نحط نبدا نستف داكشي اللي ما غاديش نحتاج في الاول هو اللي غادي نديه للكراج يعني بحال الفوطويات بحال شحال من حاجه اللي غادي نديها نسبقها في الكراج هو الاول عاد المواعين ديال الكوزينه وسميتو الثلاجه وسميتو غادي نخليهم هادوك حتى وكان نقاد بحال السدادر حتى هما البونج غتشوفوني شنو غادي ندير ليهم السدادر ضروري خصهم يا اما تفيرناو او اللي يتنقص منهم على حساب العبارات ديال الصاله شحال من حاجه البنات ولاني بشويه بشويه بنقطه بنقطه تيحمل الواد الله يسر الامور لينا وليكم جميع المسلمين وشكرا لكم على التعليقات زوينه وشكرا على الدعم والبارطاج ديالكم لينا ما تنساوش البنات من التعاليق واللايكات والسلام عليكم نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله على القناه